السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا أينما كنتم. اليوم الأحد 16/1/2022، نحن الآن بسوق الحلال في إدلب على طريق بلدة كفر جالس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. طبعا مثل ما انتم شايفين يعني السوق بضاعته قليلة جدا، يعني حلال قليل بالسوق، أعتقد الحركة ضعيفة. هو سوق الأحد هيك دائما، يعني السوق لما يكون شوي بضاعته قليلة وحركته ضعيفة يفيد المشتري يا شباب. يعني الآن لما تنزل أنت على السوق الحركة تكون ضعيفة، أنت يعني ممكن تشتري بسعر أقل شوي من لما يكون السوق بضاعته كثيرة وحركته قوية. فحتى السوق اللي حركته ضعيفة يفيد المشتري، يعني في له فائدة إنه السوق يضعف ويقوى، مو دائما لازم السوق يكون حركته قوية. لأن اليوم زبونات السوق بايع ومشتري، مو بس بياعين، كمان في شراية، فالشراية يحتاج يكون السوق شوي خفيف عشان يقدر يشتري، وهي تخدم السوق، يعني تفيد البائع وتفيد المشتري. الأربعة بعناهن على ب 500 ليرة؟ أيوه. أي نعم، عند أخونا أبو محمد سامع. لحم ها؟ وهذا عجل لحم للقصار. أي نعم. وهذا بعناهن ب 750 ليرة. هذا كمان لحم. لحم. أي نعم. هذنا عويك بعناه ب 250 ليرة. والله هذا لازم لافينه برغيف واشلينه. انعجب بطنين وهذا الثالث. هذنا اخوي ابو محمد الهنولية ثنايا عشار. نعم. بلديات. اي والله. اي نعم، عند اخونا ابو محمد حاج خالد الزوري. نسبة إلى دير الزور يا شباب، ها حاج خالد الزوري نسبة إلى دير الزور. حياك الله حياك الله. طبعا الزور عندنا هو زور الفرات، ما له علاقة باسم مدينة دير الزور. يعني الزور يمتد تقريبا من حدود العراق إلى الرقة، يعني هذا كله اسمه الزور يعني. اي والله بهذا الثنايا وبيها. ايش قد قام السوم الثنايا ابو محمد؟ والله يا عم السوم 17 1700 ليرة تركي. 1700 ليرة تركي. اي نعم. اللهم صل على محمد. عشارهن ايش قد؟ كلهن بين ثلاث فاقسات. ثلاثة منهن فاقسات. اي نعم، يعني مقربات على الاولاد. اي نعم. وحدة منهن متاسرة. اي نعم، وهاي؟ وهاي وراها الخروف. الخروف. زاد ثنية هاي؟ هاي ثنية، أول بطل. وراها خروف. وراها الخروف. خروف ازحم. اي نعم. وسطية يا شباب طبعا النعجة. ضرتها شلون؟ ضرتها ممتازة. اي نعم. شقد قام السوم ابو محمد؟ والله يا عم سومها 22 هاي ضرتها. كويسه والله ضرتها ما شاء. عم تسومها 2200. 2200. اي نعم. عمونا 15. اي نعم. نهيناها ب 17. اهلا بحمزه الغالي. حياك الله ابو حميد، يا هلا فيك، تحياتي لك. الله يسعدك. كانه السوق شويه اليوم يعني بارد. ها بارد كثير والله. يعني هذا سوق الاحد دائما يعني. اكيد. بس هذا من حظ المشتري يعني، صح ولا مو؟ اي نعم. المشتري يجي على السوق يشتري يلاقي طلبه. اي نعم. ما يخلى الامر. اي نعم. اي والله. هذن الثنايا موجودات عند اخونا ابو محمد يا شباب. ثنايا بلديات عشار، بعضن مفقسات على الاولاد يعني قربات على الاولاد. اي نعم. حياك الله يا غالي. السوق بيشكارات خرفان يا شباب ولكن قليله. اي نعم. يعني هاي شكار الخرفان خامية. شوفت عينكم. شقد قام السوم ابو؟ والله ده سوم 10.5. 1050. ما اندفع لك اليوم شيء؟ شقد عددها؟ 22 خروف. خامية يا شباب سلحية لسه لا هي معلوفة ولا. الحلال هذا مو جاي ينباع عنده ولا راس، مندي ولا كل النهار مسدني هذا. تفاءلوا بالخير تجدوه. اي نعم. شوي هو السوق شوي الله يكون بالعون. اي بارد السوق. اي والله. روح صور هالسوق هذيك اللي استفوه. يعني هذن يا شباب خرفان سرحيه بكم شكاره منهن بالسوق من النوعيه؟ يعني هاي اسعارنا اليوم. السوم 1050، يجوز البيع 850، يجوز 700، حسب عاد يعني
البائع والمشتري. ترى احيانا البضاعه نفسها تنباع بسعرين يعني حسب رغبه الشاري وحسب سماحه البائع. يعني ممكن البائع يعصلج شوي ما تنباع، ممكن يتسامح تنباع برخص، ممكن الشاري يكون يعني يشتري قلبه قوي يشتري ما عنده مشكله يعني فتنباع باغلى من سعره بشوي. فسعر موحد مضبوط 100% ما تلاقي يعني. شوفت عينكم وهذا الصبغ شوارو. لك خليك مشمشب يا اخي عينك من ابو. اي والله تعبان السوق ابو محمد ها. اي والله الله المستعان. اليوم بارد والله. بارد بارد كل يوم شكل الله كل يوم شكل. اي والله اي والله هو العلف اهم شيء العلف. هذا اسم اللي احنا قاعد السوق دي غالي اليوم رخيص ما تشتري غالي في المبلغ بس خلافها طيبه. عاش تي مربوط ما حصل جوي دعش. يا ولد يا ولد قريب العلاف يا ولد العلاف حتى العلاف العاصفه. هذا عمي ابا ها الشباب متفضي يا شباب طالما ما بيبيعوا مشترى تلقى الشباب خير. والله بس طلع العلاف مضيم اصلا. ذن يا شباب ثلاث ثنايا عشار حاطات على اولاده ما شاء الله تبارك الله عند عمنا الدلال ابو حيان. ايش قد قام تسوم من عم ابو حيان؟ هي اذن الثنايا اذن الثنايا هي دعسومها 2800 ابو الوحده 2800 2800 والله خشانه كويسه يا شباب والضرار ما شاء الله. ايش قد بدن ولدن؟ والله مطمئن الطاولات من الاسبوع الجاي ثنايا شرط مين والدتها؟ اثنين خشنات حيل وحده لا اخف شوي خشانه ولكن زينه مقبوله يعني ثنايا ابدا ثنايا الصوم والضرار طيبه والله ضرار زبده ما شاء الله. اي نعم وهذا خروف ثني يا شباب موجود عند اخونا الدلال ابو حيان ما شاء الله شقر مهاجر وحمر خشنته زين ولساته ثني وجرنه جالس ما شاء الله تبارك الله وخشته بيقع عام ناقص طول الرقبه بس ولا كفحل بلدي ممتاز ما شاء الله تبارك الله. ايش قد السوم عمي ابو حيان هذا؟ والله ده سومه 3500 3500 ليره تركي ايه. ثني ها؟ ثني لسه ايه. لسه ما لقح لا لسه أيه. اول مره وترى اشياء ضعيفه ما هو يعني اذا يلقى علف ويلقى كذا وين العلف ما ظل علف أيه. وين العلف يا رجال هي خربت الدنيا العلف اي أيوة والله خراب الدنيا اليوم العلف يوم العلف والله خشته زينه يا شباب يعني راسه كبير خشته زينه لفت جرنه كويسه مهاجره مثل ما انتم شايفين حمر يعني بس ناقصه لو رقبته اطول يصير ممتاز ممتاز يعني. اما كفحل بلدي الشباب اللي يسوون الفحل بلدي ثني فتي واذا ينعلف زين يخشن النوب يعني يكبر النوب يخشن لساته يعني ومكفول. وهاي فطايم يا شباب محسنات كويسات يعني بس جوعانات موجودات عند عمنا الدلال ابو حيان ما بي اخوها الفطام ابوه اين يدل شره تريد لها شره قلبه قوي تريد لها شره وتريد لها علف والله تريد لها شره بس اي يعرف يحويها ما شاء الله. شوفوا هاي شباب اذانها شوف ما شاء الله تبارك الله هاي شغل الجملان اي شغل الجملان. ايش قد العدد عمي ابو حيان؟ 12 راس اي فطايم اليوم الحق 300 دولار الوحده اليوم ايش قد تسومها عمي ابو حيان؟ والله اليوم دعنا نسومها 125 دولار من اول 300 دولار ما شاء الله تبارك الله حلوات والله. ابو حميد ايش قاعد تشتري؟ حلوات ما شاء الله. اي والله حلوات مرتبه. من واحد يصبر علي يمكن اليوم اللحم ايش قد عمي ابو حيان؟ 36.5 وجاي اللحم. اي سقفه 36 بالنسبه للخروف الدغلي يعني. 33 ل36. الخرفان الثمانينات اللي عندك انباعن؟ والله لسه ما بعت. لسه ما بعت. اي نعم ايش قد فاصلين لحد الان؟ والله فاصلين 38 اي نعم والله والله وزان طيبة عنده وزن 85 كيلو اي والله بعت من خروفين الواحد وكدني وشفيت له اياه شفن 146 كيلو طلع عن بعضهم 97 كيلو اي نعم 97 كيلو بعض. اثنين يعني لا عفوا يا رب مو 97 اي 87 كيلو 87 كيلو 87. هذا قصابة اي قصابة ايش قد ايش قد كان وزنهم قبل الذبح؟ 146 كيلو اي نعم 87 146 معناته والله يشفن فوق 70 75 76 شفن ما شاء الله تبارك الله. يعني شفت والله سمان ما شفت مثلهم بالسوق يعني عجبني والله يجوز الاربعاء جاي اجيب ليش ما نسيت ان سالتك عن مع اني انا انسى يعني والله كويس والله وزان طيب الاربعاء بدي اجيب ان شاء الله اي نعم. الفطيمه اليوم ايش قد قامت تنباع لحم؟ والله
والله الفطيمة معك من 25 ل 30. اي نعم. والله عمي ابو حيان انت تبيع لحم لازم عندك قبان هنا. عندي قبان موجود هذا هو بالسيارة. بدنا قبان حديث يعني بدك تواكب السوق، السوق كله بلش ينزل قبانات حديثة. ان شاء الله ان شاء الله. الله يجزيك الخير عمي ابو حيان، الله يسعدك. عذرنا الثنايا اللي عند عمنا ابو حيان يا شباب، يعني ثنايا الصوم وضرار طيبة ما شاء الله مثل ما انتم شايفين. ومن والداتها الواحد يقول والله الضرار هاي محينة متروكة يوم يومين، لا ما شاء الله تبارك الله. يعني لا قولوا الساتن عشار مقربات على اولاده وضرار طيبة يعني، وثنايا صغيرونات فما بالك اذا صارت رباعية يوم ثالث. بيش ابو معناته السوق تعبان ابو ابراهيم. اشوفك هين بالعدم تكون عند قبانك. خلصنا الحمد لله. ايش قد الاسعار اليوم؟ اليوم بعت ب 35 والله راس اشوف 35. اي نعم. كسرني كسره ما ما ما. لا لا ابو ابراهيم ما يقصر والله. ابو حمزه انا شيء يمد اطلع من دربه. معدل اخونا عبد الحميد والله. يطلع من دربه. الله يحفظك. شنو سوى من هذنا شنو وضع هين؟ عم يطلب 11 على اثبات و700 ورقه ما عم يفعل يبيعني خاطر. اي نعم اي نعم. كل مورد غطاء يعني. ما تنطي الشهايلة يا ابو حمد. شقد قام تسومن اذن عمي اذن قرقورات ها؟ بالله. شقد قام تسومن؟ والله 1100. يعني بالخشانة اخشى من اللي عند عمنا ابو حيان يا شباب، لكن اللي عند عمنا ابو حيان محسنات اكثر من هنا يعني. وزينات اذن ما شاء الله كلهن شكر. ندفع لك شيء اليوم بهن؟ اكثر شيء ندفع لك اليوم بهن شقد؟ 800. اي نعم. معناته ابو ابراهيم ما سالك ايش قد اندفع لك. لا. دفع ومشى. ايه. اي نعم. ايه. بازار ورخو ما هو شاد ايده. اي نعم. هاي سعر اليوم يا شباب الليل وبين مصلحه موجودات عند عمنا ابو مدين. اي نعم. الليل وبين مصلحه يتواصل معنا نوصله معه بشكل مباشر. استطلاعيات هاي الواحد ياخذهن هسه خلين للربيع. يلا يا شباب ان شاء الله يعني شهر زمان نفتك من شغله العلف ان شاء الله تخف شويه يعني، ولا هسه العلف والله هو مدمر السوق. لو العلف رخيص كان السوق احسن من هيك. وسبحان الله لما يتحسن السوق يتحسن على الجميع، حتى اللي ما يشتغل بالحلال لما يتحسن سوق الحلال يتحسن على كل الاسواق تحسن. يصير بيع ومشترى بكل الاسواق، لانه سبحان الله الاسواق مرتبطه ببعض يعني. اليوم لما ينكسر سوق الحلال صاحب الحلال ما يقدر ينزل يشتري حديد او باطون او سياره او يبيع او شيء، ليش؟ لانه مكسور. فيوقف سوق الباطون، سوق السمنت، سوق المواد الانشائيه كله يوقف، ليش؟ لان انا اليوم اذا بعت البضاعه اللي عندي بدي اعمر لي غرفه، بدي اشتري لي سياره، بدي انزل السوق احرك السوق الثاني. فالاسواق مرتبطه ببعض، لما يتحرك سوق تتحرك كله، ولما يموت سوق تموت كله. اي نعم. اسال الله سبحانه وتعالى يفرج يعني. الان ان شاء الله احنا منتظرين ايام قليله ان شاء الله، اذا الله سبحانه وتعالى بعث المطر والخير صار شويه ربيع يعني تفتك العباد شوي من هالضيق اللي هي فيه. اسال الله سبحانه وتعالى يفرج على الجميع. يعني السوق ما في محارف يا شباب، شيء مثلا محروف او شيء يعني مثلا غنم حرشيه او جملانيه او شيء ما في، لذلك البيع قليل على الغنم البلديه، البيع قليل. اسال الله سبحانه وتعالى يفرج على الجميع. الله يجزيكم الخير يعطيكم العافيه. تحياتي لكم اينما كنتم والسلام عليكم.